مباراة تحت عنوان عندما ينعدم الضمير، مباراة بعد ما الزمالك كسب الترجي وخلاص كل جمهور الزمالك حط أمل إن دي مباراة الترجي، فوز الترجي، مباراة العودة، مباراة الصحوة، مباراة الفريق منها هيرجع تاني للمسار الصحيح وللطريق الصحيح. ولكن بعد كل ده وبعد الفوز وبعد الشحن وبعد الجمهور وبعد كل ده مفيش فايدة. حطني رقم واحد في الهجاصين. اهلا بيك، هو جاي في حلقه جديده من قهوه التحليل، وحلقه النهارده هنتكلم عن الزمالك وانبي. الزمالك وانبي، هتقول لي انت ما بتطلعش غير لما الزمالك بيبقى مترندح او الزمالك خسران او الزمالك مش في افضل حال. انت قاعد 22 يوم ما نزلتش فيديو، واخر فيديو كنت منزله عن الزمالك في افريقيا لما تعادل مع المريخ، وجا النهارده تطلع بعد ما الزمالك خسر من انبي. اقول لك الطريقه مش كده، او الفكر، او الفكره مش كده. انا مش طالع كل ما الزمالك بيخسر، او انا مش بطلع كل ما الزمالك بيخسر او بيقع. لا، انا في فيديوهات بعملها والزمالك كسبان عادي، بتحصل عادي جدا. فتعالى نتكلم عن الزمالك، او ليه المباراه دي تحت عنوان عندما ينعدم الضمير. عندما ينعدم الضمير لان انت بدات المباراه بنفس تشكيل مباراه الترجي، بنفس لاعبين مباراه الترجي، بنفس تكتيك مباراه الترجي، وفي النهايه لا شيء. فين حده اللعيبه دي بتاعت مباراه الترجي؟ فين الضغط القوي؟ فين الشراسه؟ فين المجهود؟ فين الجري؟ فين كل ده؟ فين كل ده؟ مش موجود. لاعبين نازلين في ارض الملعب بيلعبوا باريحيه تامه ولا كانهم لسه كسبانين بطوله افريقيا. اللعيبه نازله بتلعب بعد فوز الترجي وكانها خلاص عملت كل شيء، مش محتاجه تعمل حاجه تاني. كسبنا الترجي في افريقيا، قلنا تمام حلو، سقفنا لكم واحتفلنا وكسبنا وفرحنا كل الكلام ده. الكريت لسه ما عملش اي حاجه. انت بتقدم موسم كارثي في الدوري، ولسه حظوظك في الصعود في افريقيا مش افضل حاجه. انت خسرت الماتش الجاي من شباب بلوزداد رسميا بره البطوله، اتعادلت ضد بلوزداد رسميا بره البطوله، فانت لسه ما عملتش اي حاجه. انت تلعب باريحيه ليه؟ تلعب باريحيه ازاي؟ تلعب باريحيه ازاي؟ فين الحده وفين الشراسه؟ ممكن تكون تقول لي تعليمات مدرب. لا، مش تعليمات مدرب، مش تعليمات مدرب. المدرب هيقول اللعيب اضغط، مش هقول له اضغط بشراسه، روح اكبس على لاعب انبي ما تخليش يطلع بالكوره، روح اضغط على نص ملعب انبي خنقه ما تخليش يطلع بالكوره. لما تلعب وعندك مدافعين، دي نقطه المدرب بقى، لما بقى في لاعبين في ارض الملعب بيلعبوا كل مباراه وكل مباراه بيغلطوا نفس الاخطاء وبرضه بيلعبوا، دي مشكله مدرب. يبقى هنا فيريرا مش موجود، فيريرا كده قاعد مش معانا. هو موجود في القاهره، موجود في مباراه الزمالك، لكن في دماغه في لشبونه هناك في البرتغال، مش معانا في ارضيه الملعب. لما كل مباراه تنزل لاعب كارثي كارثي زي محمد عبد الغني، تبقى لعيبه الفريق عارفه ان هو هيلبسك جول، والجمهور عارف ان هو هيلبسك جول، ولاعيبه الخصم ومنافس ومنافس بتاعك ومدرب المنافس عارفين ان هو هيلبسك جول، وانت ولا هنا ولا اي حاجه. في الجول الاول خطا مركب من كل الناس، محمد عبد الغني بيسيب مكانه وبيطلع يضغط، مش عارف واجبات مركزه، مش عارف واجبات مركزه، خلاص طلعت تضغط، لاعب بتاع انبي لف بيك اعمل فاول، اضغط على اللاعب اعمل فاول، لكن انت ولا هنا. لاعب لف بيك وقلت له يا ابن اللعيبه عملتها ازاي دي؟ ده انت جامد جدا، ولف بيك حطها في ظهر عبد الغني، في ظهر عبد المجيد. عبد المجيد برده اللي عمل سكاننج وبص وراه وشاف ان فريق رفيق كابو هيلعب هيجري من وراه ويقطع من وراه، ومع ذلك قطع من وراه واتلعبت الباص، وخطا ثالث مركب مباراه. يعني الجول الاول مركب او خطا مركب من ثلاث لعيبه، محمد عبد الغني اللي ساب مكانه وطلع من مكانه يضغط على لاعب ام بي، فلاعب ام بي لف بيه وما عملش فاول وما عملش اي حاجه، اللي هو لف بيه والله يا ابن اللعيبه اللي انت عملته دون، ولف بيه وعادي جدا. محمد عبد حسام عبد المجيد لانه ما حسش بالمكان او ما حسش بالمساحه اللي وراه، والثالث هو فتوح لان فتوح اعتمد ان رفيق كابو هو لاعب متسلل وقرر ان هو يتخش مكانه ما يجريش ويسيبه يقطع من قدامه عادي جدا، يروح يحط جول حتى ما يكلفش خاطره ويجري معاه يقفل زاويه التسديد، ولو اوف سايد كده كده عملت اللي عليك، لكن عادي. جون دخل فيك في اول 19 دقيقه، اول 19 دقيقه لسه قدامك المباراه، لسه قدامك المباراه. بتباصي بالعرض كتير جدا كتير جدا، ما عندكش في نص الملعب اللاعب اللي عنده الجراءه اللي ياخد الكوره ويجري بيها، عنده الجراءه اللاعب اللي ياخد الكوره ويباصي باص كوره عموديه يكسر بيها خطوط الخصم غير سيف جعفر. سيف جعفر فقط لا غير. عندك رؤى وعندك دونجا خايفين يعملوا ريسك. دونجا اصلا ده لاعب نصاب، انا من اللاعبين اللي انا كنت بتمنى ان اشوفهم بتشيرت الزمالك، اتمنى اشوفهم بتشيرت الزمالك، وبعد ما جيت نادي الزمالك هو لاعب كفحتجي.
انا هجري بقى واخبط على صدري وارفع الشورت واقعد اعمل تاكلينج يمين وتاكلينج شمال، بس مش هعمل حاجه تاني. طب استلم الاستلام والتسلم بتاع لعيبه الكوره، لا ما انا ما عنديش. طب اضغط على لاعب الخصم استخلص منه الكوره واجبات مركزك وبتاع، لا لا والله مش عندي. عندك انت طيب يا دونجا؟ انا ارفع الشورت واقعد اجري واخبط واعمل فاولات يمين وفاولات شمال واخش جامد، والكره لما تجيلي ارجعها لورا، ولا اكني لاعب ناشئ ناشئ لاعب ناشئ. طب خلاص انت شوط اول خرجت 1-0 لامبي، اعمل بقى تغييرات بقى وانزل الشوط الثاني. عمال تغييرات، فريرة خرج الاثنين الكارثيين في نص الملعب او في الفريق، محمد عبد الغني ودونجا، ونزلت احمد بالحاج ونزلت معاه الونش. انت نازل تضغط على امبي، تحاول تجيب جوان وكل الكلام ده، لكن انت ما عندكش الحلول. لعبتك مش هنا. زيزو، تعالى يا عم زيزو، معلش بس انا اسف، بس هتقول لي زيزو هو اللي شايلك وهو اللي عاملك؟ زيزو النهارده اسوأ لاعب في الزمالك، اسوأ لاعب في الزمالك، ولا عارف يستلم ولا عارف يسلم ولا عارف يخترق ولا عارف يرفع اوفرات ولا عارف يشوط فاولات ولا عارف يسدد على المرمى ولا عارف يعمل اي شيء، ولا اي شيء. اللاعب اللي انت حاطط عليه الامل خذلك. مين هتحط عليه امل؟ سيف جعفر، لاعب اللي لسه يا دوبك بيشم نفسه وبيلعب في الفريق، ولا تحط املك على سيف الجزيري المهاجم اللا شيء؟ يعني انا انا عارفه في العالم كله بتلاقي ايه بيقول لك النهارده مثلا مانشستر سيتي بيلعب بطريقه المهاجم الوهمي، اللي هو بيبقى لاعب مثلا صانع العاب بينزل لتحت عشان يفتح مساحات والوينج يخش لجوه وكل الكلام الجميل ده، ولكن نادي الزمالك بيلعب مهاجم وهمي حرفيا، مش وهمي اللي هو اللاعب مش في مركزه وبيفتح مساحات، لا هو وهمي مش موجود مش معانا. مصطفى شلبي بيحاول يجتهد، ها بيحاول يجتهد، بيحاول يعمل اي حنكشه اي حاجه اي حاجه، مفيش، بيحاول اي حاجه. النهارده مباراه انعدام الضمير، انعدام الضمير من مدرب، وانعدام الضمير من اللاعبين، وانعدام الضمير من الاداره، وانعدام الضمير من كل شيء. تخسر من امبي، ده امبي بيصارع الهبوط. امبي اسوأ ثالث دفاع في الدوري. امبي بقاله 3 ماتشات بيخسر وما بيسجلش هدف، جه قصادك سجل هدفين. منظومه دفاعك كارثيه، مش اقول لك افراد الدفاع، منظومه دفاعك كارثيه. هي الافراد سيئه زي محمد عبد الغني، زي نوعا ما شويه حمزه المصري يعمل لك مباراتين كويسين ومباراه وحشه، الونش لسه راجع من الاصابه، حسام عبد المجيد لسه بكده شويه حلو شويه وحش. وبعدين وبعدين هتقول لي امشي فريرة؟ كان ماتش يوم الجمعه، يعني لو مشيت فريرة النهارده مين هيدير مباراه يوم الجمعه؟ هتيجي مباراه يوم الجمعه هتخسر المباراه فتخرج من افريقيا، فتبقى خسرت دوري وخسرت افريقيا، ولا كانك عملت حاجه، موسم كده قاعد قاعد في الموسم عامل كده، ولا كانك ليك اي لازمه. طب نصبر؟ انا رايي اصبر على فريرة لحد ماتش يوم الجمعه. خسرت الجمعه باي باي فريرة، باي باي فريرة بقى، وباي باي اللعيبه، وباي باي الاداره، وباي باي اي حد، لان خلاص زي ما الجمهور قال في المدرج الجمعه هي النهايه، مفيش فرصه ثانيه، خلاص انت عندك فرصه يوم الجمعه لصالح الجمهور، والجمهور هيفضل واقف في صفك لو كسبت ماتش الجمعه. خسرت ماتش الجمعه لا تلوم الا نفسك، سواء اداره، مدير فني، لاعبين، لان جمهور الزمالك مش هيسمع لحد، لان جمهور الزمالك ما عندوش اغلى من ده، ما عندوش اغلى من ده بس، ولا لعيبه ولا اداره ولا مدرب. السنه اللي فاتت هتفنا باسم اللعيبه وهتفنا باسم فريرة، ليه؟ لانهم كانوا يستحقوا، لكن انت السنه دي ولا فريرة يستحق ولا لعيبه تستحق، مفيش، صفر، موسم صفر. عندك امل يوم الجمعه تصلح كل شيء، هتكسب الجمعه انا اشك، عندك مباراه في الجزائر هتروح، انا توقعي ان احنا هنروح نخسر في الجزائر ونيجي، ما عنديش امل، ما عنديش الثقه في اللعيبه دي، ما عنديش، خلاص خلاص مفيش. تخسر من انبي، موسم كارثي، مركز سادس في الدوري، بينك وبين المركز الثالث اللي هو بيراميدز 6 بونت، فانت ممكن السنة الجاية أصلا ما توصلش أفريقيا، ولا دوري أبطال ولا كونفدرالية. السلام عليكم.